السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي وفنزاتي أصدقاء قناة الحكاية مع أشرف وهدان. النهاردة احنا في باريس عشان نحضر الماتش بتاع ليفربول وريال مدريد ونشوف محمد صلاح، وإن شاء الله نهائي بطولة أوروبا هيكون من نصيب محمد صلاح علشان يبقى أول لاعب عربي في العالم يحصل على البطولة لمرتين. احنا في باريس اهوت وهنتابع معاكم طبعا اكتر من فيديو مع بعض، لان اليوم طويل قوي وما نقدرش ان احنا نحطه كله في فيديو واحد، فهنحاول كل مره. احنا دلوقتي في شانزليزيه وبعد كده ان شاء الله هنبدا نروح الاستاد ونجيب لكم طبعا التصويرات ونجيب لكم ان شاء الله جوه الجماهير ونقول لكم على ونواظب معاكم على احدث الفقرات يعني، ونشوف رد فعل المشاهدين. زي ما انتم شايفين اهوت هحاول الف الكاميرا علشان انا هنا في شانزليزيه بالظبط، ولو تاخدوا بالكم الناس جماهير اللي انا شايفه لحد دلوقتي ان جماهير ليفربول اكتر من جماهير ريال مدريد، بس انا ما اعرفش بقى هل جماهير ريال مدريد مستخبيه ولا حاجه، بس ظاهر ان هم جماعه بتوع ليفربول هم اللي نازلين وعاملين شغل جامد في باريس، والقهاوي كلها في كل حته موجوده، حتى الشرطه الفرنسيه بدات ان هي تتحرك علشان انتوا عارفين الجماعه الانجليز دول دماغهم شويه نازلين. لسه اهوت في حد اهو من ريال مدريد لسه شايفينه قدامنا اهو طالع ورايا اهوت ماسك العلم اهوت بتاع ريال مدريد اهوت، وطبعا هلف لكم المشهد الثاني هتشوفوا جماهير ليفربول وهي ماليه الدنيا. خليكم معايا، اهو زي ما انتم شايفين جماهير ليفربول اهي بتشجع اهو. احنا اختار يا جماعه، احنا اختار اهو. وطبعا انا مش هطول عليكم، احاول على قد ما اقدر من وقت لاخر اجيب لكم الدنيا ماشيه ازاي. واحنا هننزل دلوقتي في اخر الشارع الشانزليزيه نشوف الدنيا، بس انا شايف الشارع كله احمر يعني. بصوا خليكم معايا اهو. الشارع كله احمر اهو. طبعا نص الناس هنا منقسمه يعني اللي بيحب طبعا كريم بنزيما هم بيشجعوا كريم بنزيما، واللي بيحب محمد صلاح بيشجع محمد صلاح، بس ان شاء الله الكاس هتكون من نصيب محمد صلاح. وهخليكم معانا بقى وتابعوا، اللي ما اشتركش في القناه يشرفنا بقرب المتابعه والاشتراك علشان يجي له بعد كده كل الفيديوهات عن اليوم العالمي النهارده. انا بالنسبه لي اليوم عالمي جدا ان الماتش بيتعمل في باريس، وان شاء الله الكاس هتكون من نصيب محمد صلاح عشان ربنا يعوض مجهوده اللي تعبه مع المنتخب، سواء مع المنتخب او ريال مدريد، يعوضه خير ان شاء الله. خليكم معايا، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير علشان يجي لك كل شيء كل جديد مع الحكايه. مش عارف انا متوتر ليه مع الحكايه مع اشرف وهداني.